جدد عشرات الخريجين والعاطلين عن العمل في سيما وتظاهراتهم أمام مبنى محافظة المثنى للمطالبة بتوفير الوظائف. وقال عدد من المتظاهرين أن الوعود بتوفير درجات وظيفية لهم لم تتحقق منذ زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة وأصدار أوامر بتعيينهم في عدد من المؤسسات، مؤكدين أن التظاهرات ستستمر إلى حين تحقيق مطالبهم. هذا وحاول أحد المتظاهرين حرق نفسه بعد صب مادة البنزين على جسده في محاولة لإضرام النار فيه، لكن المتظاهرين قيدوه ومنعوه من ذلك. هذا ماي، ساعة ماي، ساعة بنزين، ردنا نحرق أرواحتنا، ما عليهم، عادي باوعونا. الكاظم جانا قبل 10 أشهر، 4 و3 رمضان، أجا هنا قال فرحوا أهلكم، أهل السماوة تستاهلون كل الخير. صار 10 أشهر، قال الأحد أنتم متعينين. كم أحد بال10 أشهر؟ 1000 أحد. دولة الرئيس وين أنت؟ اليوم المسؤول معصوم، من يطي كلام يوفي. كخريجين لمحافظة المثنى طالبنا، وأكثر من أسبوع صار نطلع تظاهرات نطالب بالقوي مجلس الوزراء والكاظم، وصلنا لبغداد لهناك بس ما قابلونا. التقينا بأكثر من مرة ويا سيادة المحافظ وقال أنا أوصلكم لبغداد، وانطالبوا على هذا الأسبوع ولحد الآن ماكو شيء،